بإقليم الجرارة وتحمل الترقيم الوطني 49، ولاية حديثة مستحدثة وفتية، ولها من روافدها التنمية ما يعتمد على القطاعين الفلاحي والسياحي أيضا. حصتكم نبض التنمية تأتيكم من الواحة الحمراء تميمون. لؤلؤة جزائرية في قلب الصحراء تنفرد بنخيلها وقصورها العتيقة، وتعرف أيضا بالواحة الحمراء. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصتكم نبض التنمية. نبض التنمية في هذا العدد يأتيكم من ولاية تميمون، هذه الولاية الفتية والجديدة لكنها الكبيرة بمؤهلاتها الاقتصادية، والتي ترتكز في عدة مجالات أهمها المجال السياحي والفلاحي. ولاية تميمون تبعد عن الجزائر العاصمة ب 1400 كيلومتر، وتزيد مساحتها عن 1000 كيلومتر مربع، وتزيد عدد الساكنة بها 150 ألف نسمة موزعون تقريبا على 130 قصر. إذا مشاهدينا الكرام، وللحديث وتسليط الضوء عن روافد التنمية في ولاية تميمون انتقلنا إلى الولاية أكيد، ونسعد باستضافة أبناء ولاية تميمون من مستثمرين من إبناء الولاية وغير أبناء الولاية من أبناء الجزائر الذين أرادوا الاستثمار في هذه المدينة الساحرة، في هذه المدينة والولاية الزاخرة. أولا نسعد باستضافة السيد سلاوي محمد، وهو مستثمر فلاحي وصاحب مكتب دراسات. مرحبا بكم سيد. مرحبا بك. أيضا نسعد باستضافة السيد قروت أحمد، مستثمر فلاحي وصاحب محطة خدمات. مرحبا وسهلا بكم في ولايتي. شكرا شكرا. كما نسعد أيضا باستضافة السيد رشيد شيبان، مستثمر فلاحي بولاية تميمون. مرحبا بك سيدتي. مرحبا. كما نسعد أيضا باستضافة السيد مصطفى جبيلي، مستثمر في مستثمر في السياحة. مرحبا بك. مرحبا بنا عندكم في ولاية تميمون. شكرا لكم على كرم الضيافة، على كل هذه أولا الضيافة يعني بكرمكم في ولاية تميمون، المعروفون جدا بهذه الكرم من ناحية. ونريد أن نتحدث، أريد أن أبدأ سؤالي الأول بكم سيد جبيلي، خاصة عندما نتحدث هنا عن السياحة في ولاية تميمون، فالكل يعني عندما يعني نقول بأننا سنذهب لزيارة تميمون تعود للأذهان فكرة أنها الواحة الحمراء، المدينة الجميلة السياحية، وأنتم مستثمر فلاحي من أبناء ولاية تميمون وعندكم باع كبير جدا في هذا المجال في بدايتكم كمرشد سياحي وأيضا صاحب وكالات سياحية والآن صاحب فنادق وأيضا مستثمرات سياحية. لو تحدثنا عن واقع السياحة وعن التحديات التي يفرضها قطاع السياحة من خلال استثماركم سيد جبيلي. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بك في تميمون. أهلا وسهلا باسم كاع تميمون ومسؤولي تميمون، نقول لك مرحبا بك في تميمون. بالنسبة للسياحة، السياحة على مستوى تميمون هي سياحة بامتياز وامتياز كبير نظرا للموقع تاعها والآثار تاعها وضياف كرم ضياف الناس تاعها. من زمان يقولوا لا تميمون مضيافة وتبغي البراني، حنا نقول لكم مرحبا بكم. بالنسبة للسياحة الصحراوية اللي عليها هي الأساس والكلام وقت الحاضر ومعروفة دوليا، ويمشينا كل المعارض السياحيه على مستوى اوروبا ديري تميمون يكون نعرفوها. نعم. السياحه واعده. صحيح. وفيها اقتصاد وطني ودولي، والسواح يحبوا يجوا لتميمون. الظروف كانت ممتازه في السنين الماضيه، وذاك عندنا نظره جيده بالنسبه للسياحه تميمون، باللي عندها السواح اللي يجوها خصوصيين تميمون، مناظر الخلابة، رمال، واحات، أثارات، تاريخ معروف السياحة تميمون. السياحة إن شاء الله عندها الخير وجايبة الخير، نتمناو نكونوا موجدين هذا الخير اللي جاينا، ونتمنى من كل
فاعلين سياحيين على مستوى الوطن وعلى مستوى تيميون خاصة والأضرار يفعلوا السياحة، هي نمط الاقتصاد الوطني وخير البلاد. احنا نقولوا اللي بغى يقيم البلاد مولاها هو اللي يقيم بها. ان شاء الله مدام رانا حيين ايضا سيد جبيلي، اظن بان السياحه هي عملاق نائم بالنسبه للاقتصاد الوطني ايضا. لو نتحدث عن مشروعكم السياحي، الحبكم لهذا المجال سيد جبيلي. انا بديت في 88 كوكل السياحه. نعم. اول وكاله سياحيه في الصحراء، وكان اقبال بزاف علينا، كان المواصفات تاع السياحه كانت واجده بكثره، النقل كان موجود بكثره. درك داروا لنا نقص علينا بالنسبه للطائره. نعم. الاسعار غلات ومشكل التاشيره. قبل ان نصل الى العراقيل سيد جبيلي، انتم صاحب فندق ومستثمر وايضا مستثمره سياحيه مهمه جدا هنا في ولايه تميمون، لو تحدثنا عن اهميتكم، ندرتكم على اي اساس يعني اخترتم انكم تستثمروا اكثر في مجال السياحي في تميمون؟ في 2018. نعم 2018 قوة كبيرة السياحة. نعم. الجزائر كانت نايضة للسياحة وشي. حنا درنا استثمار سياحي. درنا قرض من البنكة في 64 إلى 36، وفي مدة عام نزلنا الفندق اللي عنده 30 غرف بكل مرافق. جميل. مطعم وكل رفيق سياحية. جيد. كملنا الإنتاج تاعنا في 2020. ومن بعض الأمور هذه تاع كورونا حبستنا شوية، بصح شادين في الأمل وفي الدولة نتاعنا باش تعطينا واحد نمطة جديدة، واحد الدفعة جديدة باش السواح يجونا، باغيين السواح يجونا. أنا باتصال دائم بالنسبة للمعارض الدولية ولا الوطنية، الناس باغية هذا الشيء. جميل. أيضا من بين الروافد أقصد التي تستقطب أيضا ولاية تميمون نجد السيد شيبان. سيد شيبان، لو نتحدث عن مشروعكم الاستثماري المهم جدا والذي يتعلق بالاستثمار الفلاحي وخاصة إنتاج الذرة وأيضا السلجم الزيتي خصوصا، هذا الرهان، رهان الإنتاج من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي مهم جدا، وأنت واحد من أبناء الجزائر الذي رفع هذا التحدي واختار أن يستثمر في ولاية تميمون نظرا اولا للقابليه، قابليه الولايه ايضا لانتاج، يعني القابليه اقصد القابليه الطبيعيه للانتاج وايضا المحفزات الاداريه، اليس كذلك؟ اولا مرحبا بك، كان لنا الشرف ان نكون اول مستثمر ليستثمر في السلجم الزيتي في ولايه الجنوب، ولنا الفخر انه النتائج الايجابيه اللي كانت من طرف اللي وجبت اللي وضحتها النتيجه تاعها في المردوديه وفي النوعيه، كانت احسن سلجم زيتي اللي خضاه المتعامل في الجزائر، بحيث انه جابت 47 نسبه تاع الزيت 47%. جميل جدا، يعني هذه نسبه يعني قياسية مقارنة بالمعايير العالمية. المعايير العالمية هي 42 حتى 44. جميل جميل جدا. احنا ولقات الشمس ولقات الماء، والحمد لله ربي سبحانه وفق وجات احسن نتيجة في الجزائر. وهذا نموذج يعني رائد، ويعني يجب ان يقتدى به فيما يخص كل المستثمرين الجزائريين على مستوى الجزائر. لو نتحدث عن مشروعكم الخاص أيضا، ونتحدث أيضا على مساهمتكم من أجل الرفع بالاقتصاد الوطني والمساهمة، مساهمة المستثمرة في هذا الأمر إن شاء الله. هو المشروع تاع السلجم الزيتي مشروع واعد ومشروع ناجح. نعم. ولكن كانت كاينة بعض النقائص اللي هي كانت في الحصادات، ما كانوش وجدوا لنا الحصادات اللي مختصين في حصاد السلجم الزيتي، هذا كان العائق الوحيد اللي كان. لكن العام الجاي ان شاء الله ولا العام هذا التعاونيه تاع الحبوب والبقول الجافه قدرت توجد لنا الحصادات اللي يكون موسم ما شاء الله، حتى النتيجه تاع التحاليل ابهرت الجميع، يعني ما كان الانسان يستنى باش تكون في هذه النتيجه. وكم تقدر المساحه اللي غرستوها سيد شيبان؟ درنا 80 هكتار تاع الكولزا،
وان شاء الله رانا باش نزيدوا واحد اخرى. رانا في اطار رانا نتكلموا معاهم على لازم يجيبوا لنا الحصادات. نعم. باش نقدروا نخدموا لا كولزا. نعم، هي 80 هكتار قلتم محدده، يعني تقريبا بين السلجم الزيتي. لم نتحدث عن المعدات التي تستخدمونها، او نتحدث ايضا عن مثلا المكننه، يعني كيف يعني هي تسير بالنسبه لهذه المستثمرات؟ نفس الشيء اللي رانا نتكلموا فيه. المكننه هي يا المشكل ماهوش في الزرع. نعم. الزرع عندك الوقت، هي المشكله تاعها في الحصاد، ما عندهاش وقت بزاف وبعد تبدا تطيح. نعم. صافي لازم كي توجد تحصديها. صحيح. والحصاده اللي نحصدوا بها السلجم ماشي هي نفسها اللي نحصدوا بها القمح. نعم. قالتش ولو انه حتى في القمح ولازم ندعموا التعاونيه بالحصادات باش يوليو يكفوا، هاتش المساحات زادت في زراعه القمح ولا في السلجم. نعم. تحدثتم سيد شيبان عن المعايير، كنت يعني تحدث بانه يعني المنتوج تجاوز المعايير العالميه، الى ماذا يعود هذا؟ مثلا الى هل يدعو الى الطبيعه، طبيعه المنطقه، او الى التقنيات المستخدمه من طرفكم؟ اولا الاجابه الصريحه ما كنا ننتظروا هذه النتيجه. نعم. ولكن الله اعلم ما دام وجود الماء بكثره، اعطينا لها الماء ما شاء الله، وتبعنا المسار التقني تاعها كما لازم الحال، والشمس كانت بزاف، معناتها الشمس والماء هما اللي داروا هذيك النتيجه على حسب اللي داروا التحاليل. يعني كانت في عوامل طبيعيه ساهمت يعني اعطاء نوعيه وجوده اكبر لمنتوج السلجم. وهذه النتيجه تحفز باش كامل الناس تقدر دير، حتى الدوله. نعم. ما دام خرجت النتيجه بهذا يعني ما شاء الله تقدر تعاون باش تزيدوا نفتحوا فيها ان شاء الله. نعم سيد شيبان. نعم سيد شيبان، سنعود ايضا للحديث على هذا المشروع، لكن الان اتجه للسيد سيلاوي، دائما صاحب مستثمره تقريبا في 2013 والمختص في القمح الصلب واللين. مستثمرتكم سيد سيلاوي تقدر تقريبا ب 40 هكتار، وهي يعني شيء مهم جدا بالنسبه للولايه الصحراويه. ولايه ميمون كانت من بين الولايات الصحراويه المعول عليها في دفع بإنتاج الحبوب والقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأنتم سيد سيلاوي واحد من بين المستثمرين الذين أبرزوا وبرهنوا أيضا على كفاءتهم في هذا المجال، لو تحدثنا عن هذه التجربة سيد سيلاوي. أولا قبل ما ندخل في ذاك، تم القرار اللي صدره مجلس الحكومة مؤخرا، وهو قرار مجلس الوزراء الخاص باستيراد معدات الأقل من 5 سنوات، وهذا ما يساهم على تخفيف العباء على الفلاح ويدخل المكننة في الميدان الفلاحي. نرجع للمستثمر تاعي، والمساحة 200 هكتار صحيح، وبدينا العمل في 2013. احنا اولا كتخصص كمهندس دولة في الفلاحة ورئيس مكتب دراسات، بدينا في هذا العمل من 2013 بمساحة 40 هكتار، الآن رانا في 60 هكتار، وعندنا اكستونسيون إن شاء الله باش نزيدوا واحد 120 هكتار إن شاء الله في المنظور القريب إن شاء الله. أنا نديروا في زراعة تاع القمح الصلب والذرة، نديروا زراعة صيفية وزراعة شتوية، يعني 50 هكتار 60 هكتار الصيف نديروا الذرة، وفي الشتاء نديروا نزرعوا القمح. لكن في السنوات الأخيرة لقينا تحديات ببعض الصعوبات، وهي زيادة يعني الجنونية تاع أسعار المواد الفلاحية، خصوصا الأسمدة، خصوصا الأسمدة تاع العمر والبذور أيضا. البذور الأسعار تاعها ربما معقولة نوعا ما، ولكن لأنها مدعمة أيضا من طرف الدولة. ولكن الأسمدة من 2019 من 8000 دينار وهو السماد الماب الى 2022 ولا السعر تاعو يفوق 24000 دينار، يعني تكلفه زياده. وان كانت الدوله وهي مشكوره على ذلك استدركت الوضع وعطاتنا زياده تاع 6000 دينار في سعر القمح، ولكن يبقى هذا عائق في لو نتحدث سيد سيلاوي على مردود هذه المساحات الكبرى التي تقومنا بتسييرها، يعني كيف ترون هذا المردود في ولايه تيمون؟ المردود هو مشجع، يعني الحق المستوى 80 قنطار في الهكتار،
يعني فيه امكانيه ان الفلاح اذا توفرت له الامكانيات والدعم التقني انه يمكن اننا نوصله كمعدل ولائي، ممكن نفوتوا 60 قنطار كمعدل ولائي. هذه ولكن نحتاج الفلاح ولا المستثمر يحتاج ايضا الى الدعم التقني في الميدان، وكذلك نطلب هنا كمطلب انهم ينحوا لنا التيفيا على على الاسمده باش يتخف شويه السعر نتاعها. الان فيه دعم تاع 20% كدعم الاسمده، ولكن غير كافي مع الزياده الجنونيه للاسعار. نتمنى من السلطات يتخذوا قرار انهم ينحوا لنا القيمه المضافه على الاقل في المنظور القريب. نعم سيد سلاوي. من انت سيد سلاوي، اتجه للسيد قروت وهو ايضا مستثمر صناعي، ويعني اخترت اظن ان صح القول شعبه مختلفه نوعا ما، هي شعبه مثلا الخدمات ايضا والسياحه الفلاحيه كما ذكرتم سيد قروت قبل قليل قبل بدايه تسجيل الحصه. هذه الفكره في حد ذاتها، فكره السياحه الفلاحيه، نقطه مهمه جدا، ومن اظن بانكم من اوائل المستثمرين في ولايه تميمون في هذه النقطه. لو تعطينا البعد بعد هذا وتعطينا ايضا شرح لكل هذه المعطيات فيما يخص السياحة الفلاحية سيد قروت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين. نرحب بكم في ولايتنا. شكرا. الجديدة تميمون. شكرا. في الحقيقة رانا معناها متفائلين كثير بهذه الحصة، ويا ريت زعما الحصص هذو اللي راهم رايحين معناها يوروا للناس والناس اللي راهي المستثمرين سواء على مستوى الوطن سواء في الخارج، يشوفوا معناها احنا بدره مثلا بدره الاستثمار، لانه انا كنت نخدم المقاولاتيه صاحب شركه قروت اخوالي الاشغال العامه. في 2011 حبست المقاولاتيه هذه، كي جا القانون هذا نتاع الامتياز معناها الاستثمار عن طريق الامتياز، مباشره رحت درت ملفين، ملف على مستوى الفلاحه وملف على مستوى الصناعه الخدماتيه معناها محطه الطريق. والحمد لله مشينا امام، زعما احنا كنا اول تجربه مع الوثائق مع الاداره مع كنا معناها مرينا بواحد الممر شويه بصح الحمد لله ثمره معناها بدينا نشوفوا فيها في ارض الواقع. ما احنا معناها كنا اول تجربه، ولكن رانا معناها رانا متفائلين ورانا نشجعوا على المستثمرين. سيد قروت، منين جاتكم فكره هذا النوع من الاستثمار؟ انت من ابناء ولايه تميمون، وباش تكون يعني على الاقل نوع من المثال يقتدى به في ولايه تميمون، وتكون رساله ايضا لشباب ولايه تميمون للتوجه ايضا للاستثمار. انا من اصلا بلديه قصر ولد محمود، بلديه المطارفه، دائره اوغروت، معناها ولد المنطقة. وكنت قلت كما قلت لك كنت معناها من صغري انا شاب معناها طموح وخدام، كنت في المقاولات زعما كنت شويه انا مع المشاريع. كي جا القانون هذا نتاع الاستثمار عن طريق الامتياز شفناه كانه معناها مجال تفتح لنا، قلنا نروحوا معناها نجربوا حظنا مع الاجراءات مع الامور. المهم احنا الفلاحه في 2015 كنت الحمد لله بلاصيت معناها وضعت المرش المحوري زوج، وبديت في الـ في الـ في معناها في الزراعات الاستراتيجيه الحبوب والقمح، وكنا من الاوائل اللي بداوا معناها التجربه نتاع الذره الصفراء. هذاك الوقت كنا معناها في اي سنه كان هذا الاستثمار سيد قروت؟ نعم. في اي سنه بديتوا هذا الاستثمار؟ في 2015. نعم. معناها 2014 بدينا مع الاجراءات، 2015 بديت المشروع نتاع الفلاحه. نعم. وما نطو كنت مع الاجراءات الاداريه نتاع هذا نتاع المحطه، خاطر محطه الخدمات شويه فيها شويه مع ولايات حدوديه وشويه اجراءات اداريه شويه كانت هذاك الوقت. اي مشى المشروع والحمد لله يا ربي لك الحمد، ونجزت المحطه
على احسن ما يرام. لو تحدثنا يعني عن سير هذه العمليه، عمليه التسهيلات التي وفرت لكم انتم كشاب منطقه تميمون لتحقيق، ارى بانه العديد من المجالات من الفلاحه ايضا الخدمات والسياحه ايضا سيد قرو، تحدثنا عن كل هذه التسهيلات وكل يعني التي وفرت لكم في هذه المنطقه. بالنسبه اللي راهم جايين دروك معناها رايحين يستثمروا دروك راهم معناها محظوظين. نعم. لانه الحمد لله رانا شفنا الاجراءات 70% من الامور اللي كنا احنا نتخبطوا فيها تزالت، وهذا بفضل السياسه الرشيده نتاع السيد رئيس الجمهوريه السي عبد المجيد تبون اللي نحييه من هذا المنبر، وعلى معناها عن طريق الصلاحيات الواسعه اللي زادها لنا الولات، وناكد 100% باللي العصب نتاع الاستثمار على مستوى الولايات هما الولات، وحنا الحمد لله ربي جاب لنا والي ما شاء الله. انا 8 شهور المشروع نتاعي كامل منجز باش ننطلق، ما كانش اجراءات اداريه نتسنى معناها جاء الوالي هذا في معناها 10 ايام 15 يوم معناها حفزني وجا ودار لي تدشين المحطه وقال لي انا معناها اعطاني معناها اعطاني شغل تسريح استثنائي استثنائي. نعم. وراني الحمد لله راهي الامور راهي ماشيه، راني اليوم راني مشغل 12 العامل، 7 معناها بصفة دائمة. نعم. وخمسة مؤقتين. نعم. ومازال إن شاء الله راني رايح نزيد في إطار معناها الخدماتية، المقهى والمطعم والنزل عندي 10 غرف، وراني رايح إن شاء الله نوسع المشروع مخيم سياحي معناها. وهذا المخيم السياحي اظن سيد قرو قريب من اظن قريب من المستثمره الفلاحيه، وبذلك كنتم تحدثتم عن مصطلح السياحه الفلاحيه، يعني شيء جديد وجميل جدا اننا نراه في ولايه تميمون سيد قرو. هذه العام اللي فات جاتنا هذه الفكره نتاع الاستثمار معناها السياحه الفلاحيه. نعم. دروك انا في معناها راني كما الاخوه المستثمرين راه كاع عندنا مستثمرات، درنا بانجالو صغار مع الشجر مع لابيسين مع شويه معناها مع الضيوف اللي يجونا، ولينا نتبادلوا الخبرات. نعم. ومعناها السياحه هنا في تميمون كما كان يقول الاخ جبالي. نعم. السياحه في تميمون كانت تخلق في معناها في البساتين التقليديه. صحيح. ما كناش معناها هي ولايه تميمون ولايه سياحيه بامتياز، وذلك عن طريق تاريخها ايضا وايضا كل المقومات التي توفرها. بالعوده لك السيد جبيلي بالحديث عن السياحه ايضا وعن مشروعكم، لو تحدثنا عن مثلا عن التسهيلات التي وفرت لكم، عن المشاريع يعني كيف ترون المشاريع السياحيه في ولايه تميمون؟ بالنسبه للمشروع نتاعي السياح الفندق السياحي. نعم. حق اولا نشكر البنك الوطني الشارع تميمون داروا لي كل التسهيلات، تسهيلات في الميدان، ها مش كاله في الميدان، دار قدمت البروجي نتاعي وداروا لي درنا فاسون درنا حاجه باش يكون التموين، داروا لي التموين شهريا. نعم. يجي المقاول يبني في الشهر يدير الفاتوره نتاعو البنكة تخلص المقاول، كل شهر المقاول يخلص. هذا عطى حماس لي انا وعطى حماس للمقاول اللي بنى لي المشروع نتاعي في 8 شهور كامل زاد رقم قياسي، يعني قياسي انا نبني قياسي ما في الوليه. عن سعه الاسره بالمشروع سيد جبيلي؟ عندي 70 سرير. جميل. 70 سرير بمطعم 120 مقعد. نعم. وعندي ثاني ان باركينغ اللي هز حتى 40 سياره، وعندي توسعات تاليه بغينا نردو منطق مناخي، رانا نحرتو في النخل مطمر اللي جبت تمر، ورانا نحرتو في ثاني في الفلاحه نتاعنا البيئيه اللي هي بيو. نعم. تول كل كاع المخضرات كما البصله وهذا الشيء كاع بيو. نعم. حتى الضيف اللي ياكلها يفكري واش نقول هذا انتج محلي غير السم 16 ساعه. صحيح. وهذا الشيء ينبهر السواح. وعن مشاريعكم المستقبلية سيد جبيلي، وهل ترون أنه فيه يعني مازال فيه بعض العراقيل التي تواجه المستثمر السياحي في ولاية تميمون؟ أنا والله ما سميهاش عراقيل. نعم. فيها هي طول المسافة بين الجزائر وتميمون القرارات يطولوا شوية، بصح نظن قرار الرئيس نشكروه من هذا الممر باللي الوالي
هو الرئيس تاعنا، هو اللي استقبلنا، هو يحل لنا المشاكل. هو المشاكل اللي عندنا هو مشاكل الطائرة. طائرة. النقل الجوي يعني. النقل الجوي السعر غالي شوية. نعم. وثاني التحفيزات هذيك تاعها 50% راه ما كايناش بحال كانوا على كاع العام. كان مقاعد. إلا لحقت عليهم تدي معاك تخلص طريف السوم كاملة. بالنسبة لنا بنا رحلات زيادة. بشار تيميمون وتيمون غردايا. هذا نقول لهم منكب سياحي. كان عندنا السياحة الصحراوية تبدا نقولوا الثورة. من بشار لتيميمون غردايا. ونسموها ثاني السياحة الوحاتية. نعم. جينا من غردايا البياض حتى جانا لكيما هكا. لو كان الدولة تساعدنا بالرحلات الجوية. أول مستفيد هو أول هو الزائر. نعم. باش يدير 8 سوايع من تيميمون من بشار لتيميمون بالسيارة. يديرها في 45 دقيقة. صحيح. يتسافد في تيمون بتبع سوايع نتاعو. الناحية الثانية التأشيرة. التأشيرة صعيبة، يقولوا لنا في الأخبار الدولية والوطنية باللي أصعب تأشيرة هي الجزائرية. وبالعكس الجزائري مفتح للسياحة الجزائرية، عنده كل إمكانيات الاستقبال. قلنا هاد التأشيرة يسهلوا لنا فيها. لا بأس سيد جبيلي، لو نتحدث هنا في نقطة مهمة جدا، أظن بصفتكم من أحد يعني رواد مجال الاستثمار في ولاية تيميمون، لو نتحدث عن الترويج للمنتوج السياحي، كيف تفكرون للترويج لتيميمون محليا أولا يعني للسائح الجزائري وأيضا دوليا للسواح الأجانب سيد جبيلي؟ شوف السياحة الصحراوية هي واعدة. نعم. العالم كاع يبغي الصحراء الصحراوية، خاطر السائح هذا صحيح يبغي يجي يشوف اللي ما عندوش في بلاده، يجي يشوفها يخلص عليها باش يشوفها. هو حلو نطلبوا سيد وزير السياحه مشكور يدير تسهيلات، نظموا رحلات وكاله السياحه الصحراويه يروحوا يقتربوا من, من, من السائح الاجنبي. قال نمشوا فرنسا، نمشوا ايطاليا، نمشوا لالمان، نديروا تظاهرات يعني تظاهرات نعم المعارض الدوليه ايضا، خاطر الدول اللي نمشوا نمشوا دوبريزا، نمشوا مدريد، نمشوا ميلانو، نمشوا فرانكفورت. نعم. نمشوا بالامكانيات الخاصه. صحيح. نكون فيها تدعيم من الدوله ينظموا لنا. نعم. هكا تظاهرات ونمشوا نقتربوا من السائح. نعم. خاطر سبحان الله السائح كي تمشي لبلاده صحيح كيغير. نعم سيد جبيلي، الحديث عن مجال السياحة شيق جدا في ولاية تيميمون، لكن بالعودة لسيد رشيد شيبان. سيد رشيد شيبان، لو تحدث عن مشروعكم، عن الدعم الدولة الذي تقدمه لهذا المشروع، لهذه المستثمرة المهمة جدا، وكنا قد تحدثنا أيضا كل هذه الدعم الذي مخصص للفلاحين بصفة عامة، خاصة لمنتجي السلجم مثلا أو منتجي القمح الصلب واللين، كيف ترون هذا الدعم سيد؟ لو تكلمنا على الدعم تما الحصه كامله ما تكفيناش. عندنا نبداو وراح نعطيك نبذه. نعم. وهذا رايي الشخصي ورايي الخاص، كل انسان يتحمل مسؤوليه تاع الكلام اللي يقوله هو، انا ما نتكلم باسم حتى واحد. حتى يعطوك 200 قطار ليك ب 1000 دينار يعتبر دعم. يعطوك سورد باش تحفري البير هذاك في التحدي وتشري البيفو تاعك راهو دعم. يعطوك التحدي من بعد باش تشري الاسمده وباش تشري الزريعه راهو دعم. حتى هذيك الاسمده راهم مساهمين معاك ب 20% فيها راهي دعم. الرفيق اللي يعطيوه لك راهم يسلكوا عليك هما لي زانتيري راهو دعم. انا نقول لك واش راح نزيد نقول لك على الدعم اكثر من هكذا. كي نتكلم على الدعم نقول لك كثر خير الدوله. يعني كلها محفزات يعني تحفز الفلاحين من اجل الاستثمار في هذا المجال. اسمحي لي اختي. نعم. نقول لك حاجه واحده اخرى. نعم. كاين الناس تقول لك رحت وجيت، يا باك اختي تروحي لعنده تقول له اعطي لي الشيام لاير، يقول لك عاودي ولي. هذا باك والله ما تديهم في نهارهم. من البنك لازم تروحي وتعاودي تولي. او تولي وتدي ملف وتعاودي تعاودي وعاود لي هذه الورقه وعاود لي هذه دخلها في الخدمه. واحد اخر يقول لك المازوت والتريسيتي وماشي دخلها في الخدمه. عتدي المازوت بالكاميو تاعك يدخلها في الخدمه. هاي لحقك التريسيتي، الناس اللي ما لحقتهمش التريسيتي، أو السيد المدير مقبلات كان يقول بلي كاين 95 واحد الفلاحين يطلقوا لهم التريسيتي، اليوم هاد ال 95 غدوة ال 95 الآخرين ورانا رايحين. نعم. حتى نهار إن شاء الله ربي نكملوهم كامل. نعم. كيف ترون أيضا مثلا ولاية تيميمون من هذه الآفاق الفلاحة في ولاية تيميمون، خاصة مثلا في مختلف المحاصيل أو المنتجات الفلاحية اللي تقدمها؟ شوفي أختي، ولاية تيميمون في الفلاحة ولاية رائدة. سواء في القفح
في القمح، سواء في الذره، سواء في الطماطم، راه في طلمين ما شاء الله. انا مشيت ثم ما شاء الله. وكاين دعم واحد اخر، انت زياره والي المستثمرات، انسان في قلب الصحراء، راني 15 كيلو داخل الصحراء، تعتبر دعم. صح. زياره التلفزه الجزائريه اللي عندنا، كثر خيركم يعطيكم الصحه. هذا واجب درتوا عندنا حصه لتما باش تحفزك شويه زياده يعني. ولا نعاودوا نقولوا السلجم الزيتي مشروع اللي لازم الدوله ما تتخلاش عليه. نعم. وخاصه في الصحراء. على خاطرك اش نقول لك، قلت لك لازمنا نتبعوه. نعم. نتبعوه، نوقفوا معاه حتى ماديا مليح. صحيح. لاش المره الاولى تجربه كانت شويه نقائص، ولكن كي تتقنن وتتسقم يولي مشروع من المشاريع الرائده. جيد سيد شيبان. سيد سلاوي الآن تحدث عن كل هذه المرافقة، مرافقة الدولة لدعم الفلاح في مختلف المجالات، ومن بين الآليات التي تدعم بها الدولة الفلاح القروض، قرض رفيق وقرض التحدي، هما قرضين يعني موجهين للفلاح من أجل دعمهما. كيف ترون هذه السياسة، سياسة القروض ومرافقة الدولة للفلاح الجزائري؟ بالنسبه للقروض، ثاني نشكر الدوله ونشكر السلطات، البنك لابادر اللي راهم زادوا فتحوا قرض اخر وهو قرض الاسلامي، وهذا شغل يعني محفز اخر لابناء المنطقه باش يقدروا يدوا هذه القروض في اطار الفلاح. بالنسبه لقرض التحدي، باقي عندنا واحد الاشكال اللي يقدروا على مستوى لابادر، انهم كما يقولوا القدره الموافقه على مستوى البنك الجهوي في اضرار، انها راهي غير 2 ملايير سنتيم بالنسبه للمستثمرين الكبار. الان مع 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 الاسعار اللي راهي تزيد، سواء المعدات او الحفر، نتمنى انه ترفع. اظن بانه بولايه ميمون هي استثناء عن الولايات الاخرى، ولايه ميمون فقط التي يقدر بها يعني مبلغ الدعم ب 2 مليار، بالرغم بان الولايات الاخرى اظن شويه اكثر. تقريب كل ولايه اضرار القديمه يعني تيمون. نعم. واضرار. نعم. يعني على مستوى البنك الجهوي معناتها تفوت 2 ملاير الملف يطلع للعاصمه. الان 2 ملاير ما تكفيش. نعم. 2 ملاير ما تكفيش ل يعني لانطلاقه هذا الاستثمار، ما تكفيش لانطلاق مشروع. نعم. ولو بمرش محوري تاع 30 قطار. صحيح. نتمنى انهم شو المطلب يعني، مطلب الفلاحين مطلب يرفعوا معناه يقولها البوفار بيبليك. نعم. من 2 مليار الى مبلغ يكون يوافق مع مع مع, مع, مع كما داروا على مستوى قرض رفيق. نعم. قرض رفيق كان مليار سنتيم، الان راه في 3 ملايير سنتيم، يعني حاجه مليحه بالنسبه للفلاح. نتمنى. يزيدوا يطبقوا هذا القرار على قرض التحدي. نعم. وفيما يخص سيد سلاوي بالعوده الى استثماركم المهم جدا وهو المتعلق كما ذكرنا بالقمح، القمح الصلب واللين، لو نتحدث عن اشكاليه التخزين ونقل كل هذا المنتوج، هل هذا المشكل يطرح في ولايه ميمون؟ نعم، مطروح مشكل التخزين على مستوى، وان كان هذا العام داروا لنا بعض الحلول وهم مشكورين عليها، وانهم داونا ان مركز التجميع على مستوى اوكروت. نعم. انه خفف عبء كبير على الفلاحين من ناحيه نقل المنتوج نتاعهم، ولكن نتمنى انها تكون هناك صوامع للتخزين على مستوى على مستوى المناطق الاقطاب الفلاحيه لولايه تيمون، وهي اوكروت وتيميمون. نعم. سيد سلاوي، سيد رئيس الجمهورية كان دائما يعني قطاع الحبوب بعناية خاصة جدا، والأكيد هو نظرا للتقلبات وأيضا الأزمات العالمية الذي يشهدها هذا القطاع، يعني مقارنة أيضا بالأزمات والحروب، خاصة عندما نتحدث عن أوكرانيا التي تعد يعني مورد أساسي للحبوب، ودائما كان يتحدث في مجلس الوزراء على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي سواء من هذه المادة، وأيضا إدخال أولا إنشاء لجنة ثلاثية من أجل دعم هذا الإنتاج، إنتاج الحبوب في الجزائر بصفة عامة، وأيضا إدخال التكنولوجيات الحديثة. أنتم كيف ترون هذه القرارات بصفة عامة سيد سلاوي، بصفتكم يعني كفلاح وفي الميدان يعني راك مباشرة مع الإنتاج؟ أنا والله يعلم من 2019 الحمد لله التمسنا بعض القرارات مهمة اتخذت على مستوى هذه الشعبة. قبل ما تبدأ الأزمة الأوكرانية كان رئيس الجمهورية أنه قرر باش يرفع سعر القمح
من 4500 دينار ل 6000 دينار، وهذا قرار يعني مهم وشجع كثير من الفلاحين انهم يدخلوا الميدان الفلاحي. هذا على مستوى القمح الصلب وكذلك على مستوى مختلف الحبوب، صح. زادت باقل سعر وهو 1000 دينار. نعم. وهذا قرارات مهمه قبل ما تصير الازمه الاوكرانيه، والهدف هو ايضا يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي كما قلنا، وايضا تحقيق الامن الغذائي. نعم. الذي الان هو يعد رهان مهم جدا. شكرا سيدي. سيد قروت، لو بالعوده اليكم، لو نتحدث الان عن الكهرباء الريفيه، ولايه ميمون هي ولايه يعني اكيد في بعض المشاكل وبعض يعني الكهرباء لم تصل بعد لكل الفلاحين، لكن هناك مشاريع واعده في هذا المجال خاصة مع الإدارة المحلية الجديدة التي يعني هي عازمة على تحقيق هذا المطلب الرئيسي بالنسبة للفلاحين. لو تحدثنا عن الكهرباء الفلاحية وأهميتها بالنسبة للفلاح وبالنسبة أيضا لمشاريعكم. من هذا المنبر نزيد نشكر السيد رئيس الجمهورية اللي في قراراته معناها بدأ يطمئن المستثمر، معناها كان يلح في كل التدخلات نتاعو يلح بكهرباء المحيطات، وهذا الشيء لمسناه كما كان يقول الاخ شيبان. الحمد لله كما قال خطوه بخطوه، الحمد لله رانا نشاهدوا اليوم 15 كيلو 17 كيلو متر راهي كهرباء محيطات ما شاء الله، معناها رانا رايحين الاحسن. رانا الحمد لله قرارات مشجعه، وخصوصا بالنسبة لتوسع الصلاحيات للولات، هذا الشيء استبشرنا به كثير، لأنه راني نشوف روحي باللي أنا السيد رئيس الجمهورية راهو معايا هنا في تيميمون، مع عن طريق السيد والي الولاية. نعم. مشكور، راهو واقف معنا في كل المراحل نتاعنا. نعم. تاع الاستثمار. نعم. الحمد لله راه كل هذا يدير عندنا دورة، 15 يوم مرة في الشهر لازم يدير دورة، معناها راه يشوف مادام تكون عنده واش يقول الحمد لله الصلاحيات هذه. معليش سيدي، لكن قل لي معليش، هل الكهرباء الريفيه متوفره في ولايه تيميمون؟ الكهرباء المحيطات احنا نقول. نعم نعم. كاين معناها مجال واسع. صحيح. راهي ما شاء الله راهي شساعه المنطقه وشساعه الاستثمار الحمد لله. كاين ناس راهي الحقيقه مازالت تعاني بالمحركات الكهربائيه. نطلبوا ان شاء الله الله يصبرهم، بصح كاين الناس راهي معناها بشويه معناها على حسب المراحل. نعم. راه انجاز، هذا مشروع كبير. صحيح. وراه في الواقع الحمد لله رانا نشوفوه في الواقع. نعم. راهي ما شاء الله كل في كل فتره يطلقوا معناها مستثمرين، وراهي ماشيه العمليه متوسط. وجميل جدا يعني الرساله اللي تقدمها السيد قروت، هي هذه الثقه التي يعني تتواجد ونحسوها بانها ثقه صادقه بين المواطن مواطن ولايه تيميمون وايضا المسؤول المحلي، شيء جميل جدا سيد قروت. سيد جبيلي، في نهايه نقاشنا نطرح لك نخلي لك المجال ان ندخل لك تقولنا كلمه اخيره للمشاهد الكريم. نداء سيد الرئيس، تشرف سيد الوالي نتاعنا كما سمح الفلاحه باش يجيبوا جرارات خمس سنين، توكلت السياحه مسحقه السيارات الرباعيه اللي كات كات، لو كان يعطونا الفرصه هذه يخلونا ندخلوا السيارات اقل خمس سنين، خاطر السياحه الصحراويه بلا سياره رباعيه ما كاين السياحه في الصحراء. نتمنى النداء يوصل وتكون اجابه ان شاء الله باش يكون السواح اكثر، خاطر اي سواح اللي يجوا للصحراء تكون السياره رباعيه. نعم. شكرا. نعم هو كذلك. سيد شيبان، كلمة أخيرة وللمشاهد الكريم. احنا نقولوا لكامل الناس تمشي دير الملفات تاعها، ما تقعدش الناس مدات والناس مدات، امشي دير الملف تاعك يعطولك. خاطر شكون أنا في واحد الوقت كما كان يقول الشاب مع واحد المدير، قلت له وداه انتم راكم تمدوا بالمعرفة تمدوا الدوسيات فلان وفلان، قال لي اسمع، قال لي المدير يقدر يجيب زوج دوسيات ويوصاوه عليهم مرة هذه. قال لي الاجتماع الجاي يزيد يجيب زوج دوسيات، والمرة قال لي بصح ما يمد 100 ملف. صحيح. احنا الناس قاعده في القهاوي وما مدوا الناس ما عطاو الناس الدعم مدوه الناس واحد اخرين. يعني تكون فيه روح مبادره. امشي اجري. نعم. تدي. نعم هو كذلك. امشي على روحك ودرك. حاجه واحده اخرى نقول كامل الشباب باللي راه الولايات كامل عطاهم السيد رئيس الجمهوريه الامر باش يمدوا المساحات للناس اللي باش تخدم، يروح يدير ملف اسدي وجري على روحك. نعم. ما تبقى في القهوه وما كاش ما كاش. وشكرا اختي. شكرا سيد شيبان. سيد سلاوي، كلمة أخيرة. بالنسبة للقطاع الفلاحي
قبل ما ننسى، قبل ما تكون عندنا المرشات والزراعات الكبيره هذه، الفلاح الصغير وهي الزراعه الواحاتيه، نتمنى من السلطات العليا وهي وزاره الفلاحه، سلطات الوزاره الوصيه وزاره الفلاحه، انها دير التفاته خاصه للمصلحات الصغيره، لان هي اللي راهي متصلين البطاله، فيها عدد كبير من الناس شغلتها، وهي اللي راهي تمول لنا ولو جزئيا الاسواق المحليه بالخضر بالخضر بمختلف انواعها، وهي اللي تعطينا مدخول الفلاحين الصغار من التمور، بيع التمور تاعهم. نتمنى من الدوله انهم يديروا لهم التفاته خاصه لهذا الفلاحين. نعم. شكرا شكرا. هو كذلك تفضل السيد قلط. في اخر الحصه نزيد نشكركم ونزيد نرحب بكم، وماذا بنا يتكرروا هذه اللقاءات باش نوضحوا. انا ما احنا رانا ماذا بنا نكونوا مبشرين ما نكونوش منفرين. انا من الناس اللي خدام ونبغي الخدام، يعني هذا استثمار ماذا بين اللي يجي يستثمر ماذا به يصبر شويه، ما كانش حاجه هذه جات بالسهل، لازم كل واحد كشباب راني نعطيهم هذه النصيحه من هذا المنبر. نعم. يا شباب نوضوا تخدموا، نوضوا تخدموا، البلاد نتاعنا راهي محتاجتنا وراهي فيها مصلحه جالينا، رانا نحوسوا باش نوصلوا مرحله نتاع اكتفاء ذاتي من الغذاء نتاعنا، والحمد لله قادرين. صحيح. وربي يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله، ان شاء الله، ويوفق المسؤولين نتاعنا. شكرا. ان شاء الله. شكرا. وتحياتنا. شكرا لكم ضيوفي الكرام على كل الحضور وعلى المعلومات القيمة. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ولنا عودة بعد ذلك لنستضيف والي ولاية تميمون السيد بشلاوي يوسف. مشاهدينا الكرام أهلا بكم في تتمة حصتكم نبض التنمية. في الجزء الثاني من الحصة نسعد باستضافة السيد والي ولاية تميمون السيد بشلاوي يوسف. مرحبا بكم سيد الوالي. مرحبا بك. مرحبا بكم في ولاية تميمون. تميمون ولاية مضيافة. نعم. انبثقت من تقسيم إداري الأخير، وهي معروفة، هي قبلة للسياح، إذا عندنا تقاليد على مستوى تميمون فيما يخص استضافة السواح أو أي مواطن جزائري ليحل رحالة هنا. نعم. في تميمون. نعم. يعني مرحبا بكم. ولاية تميمون كما ذكرتم الآن هي ولاية فتية وولاية جديدة، وتعد أيضا استجابة لأحد التزامات رئيس الجمهورية 54 لاستحداث والارتقاء بعض الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات. لو نتحدث سيد الوالي في أول سؤال فيما يخص يعني تقريبا هذه الولاية الجديدة، تضع الآن كل الترتيبات من أجل وضع الإدارة المحلية والهيئات في تنصيبها، إلى أين وصلت عملية وضع الإدارة المحلية وكل الهيئات سيد الوالي؟ هي تميمون، إنشاء ولاية تميمون جاء تنفيذا بقرار من السيد رئيس الجمهورية طبقا التزاماته 54 اللي كان أعلنها أمام الشعب الجزائري. إذا في 21 فبراير 2021 كان خضع قرار بإنشاء ولايات، 10 ولايات بالجنوب، ولايات كامل الصلاحية، وذلك لتشجيع التنمية في المناطق الجنوبية خاصة في الصحراء الكبرى اللي متواجدين فيها. تميمون تعتبر جزء من الصحراء الكبرى، وبدون شك أن إنشاء هذه الولاية راح يعطي دفع جديد بالنسبة للتنمية المحلية، وكذلك تحسين ظروف المعيشة للمواطنين بهذه المنطقة بالجزائر. نعم. سيد ولي، وماذا عن تنصيب الإدارة المحلية مثلا؟ هل تم استكمال كل هذه يعني انتهينا الإدارة المحلية، انتهينا من كل العمليات. إذا كان فيها كما قلت يعني تنصيب المدراء الهيئة التنفيذية، إلى يومنا هذا يعني تم تنصيب كل المدراء. نعم جيد. تمت التشكيلة. نعم. والمقرات جاهزة. نعم. تمت يعني تجهيز كل المقرات. نعم.
بالمستلزمات لكي نسمح هذه المدارة هذه والهيئة الامتداد للإدارة المركزية بممارسة نشاطهم اليومي العادي وبالتالي تقديم مختلف الخدمات. نتحدث عن القطاع الفلاحي سيد الوالي، ما هي مقومات الولاية بخصوص القطاع الفلاحي؟ في الجانب الفلاحي كما قلت تيميمون عندها إمكانيات هائلة فيما يخص الفلاحة لأنها تحتوي على عنصرين أساسيين لإنجاح الفلاحة وهما العقار الفلاحي وكذلك الموارد المائية. الموارد المائية متوفرة بكثرة على مستوى تيميمون، معروف أن تيميمون يعني فيها جزء كبير يحتوي على لاناب دو لالبيان. لاناب دو لالبيان هذه معروفة في الجزائر في الـ في الـ في الصحراء الكبرى في الجزائر، يتمتد حتى الحدود مع المغرب وكذلك الحدود مع تونس وليبيا. نعم. وحنا في تيميمون رانا في جزء هام من هذا المورد المائي الهائل. صحيح. وكذلك عندنا العقار الفلاحي. العقار الفلاحي متواجد بكثرة ويعني في كل انحاء الولاية. نعم. لما نتحدث عن العقار الفلاحي سيد الوالي، ما هي اهم الاحصائيات التي يمكن ان تفيد بها المشاهد الكريم بما يخص مقومات الفلاحية للولاية؟ هذه فرصة، هذه الحصة هذه مع التلفزيون الجزائري أن نقدم إمكانيات لتزخر بها ولاية تيميمون فيما يخص العقار الفلاحي. إلى يومنا هذا عندنا تقريبا 273 ألف هكتار من الأراضي المخصصة للفلاحة، وهذه 273 ألف هكتار يعني مقسمة على عدة أنماط، كل نمط يخضع إلى طابع قانوني أن كادر جوريديك بارتيكولي. نعم. هناك مثلا الفلاحات التقليديه هي اللي تخص بعض المزارع الفرديه بالنسبه للمواطنين واللي هي تعتمد على الملكيه الفرديه، الملكيه الخاصه سي لا بروبريتي بريفي، هذه ما تمثلش نسبه كبيره بالنسبه الينا تقريبا 10000 هكتار. عندنا لاكسيسيون لا بروبريتي فونسيير لا بي اف، يعني هنايا المواطن يقدر يمتلك اراضي فلاحيه عن طريق الاستصلاح. هذا تطبيقا للقانون سنة 1983 المتعلق باستصلاح الأراضي الفلاحية. نعم. هنا عندنا تقريبا 41 ألف هكتار مخصصة لهذا النمط هذا من الإنتاج، وهذا النمط هذا من استغلال الأراضي هو اللي يعرف إقبال كبير من طرف مواطنين تاع المنطقة، لأنه على حسب القانون تاع 1983 أنه بعد عملية الاستصلاح المواطن يولي مالك حقيقي بعقد ملكية من طرف أملاك الدولة، عنده عقد ملكية يولي هو المالك لقطعة الأرض هذه. دونك ولهذا عندنا إقبال كبير من طرف مواطن تيميمون فيما يخص هذا النمط هذا من تسيير العقار الفلاحي. إذا كما قلت عندنا تقريبا 40 محيط فلاحي اللي يخص هذا النمط هذا من العقار اللي فيه 41 ألف هكتار. وعندنا النمط الكبير اللي فيه النمط الثاني هو لا كونسيسيون. نعم. لا كونسيسيون، هذا لا كونسيسيون هذه الامتياز. نعم. الامتياز على بالكم في الامتياز المواطن ما يمتلكش العقار وانما يقدر يستغله في 33 سنه 15 سنه الاولى ما يدفع تقريبا حتى مبلغ لاملاك الدوله، يعني بالدينار الرمزي. نعم. يعني مبلغ ايجار الارض دينار واحد المتر مربع، هذه تقريبا هو يعتبر دينار سيمبوليك. هذه المساحه هذه اللي خصصناها هي 202 الف هكتار، 202 الف هكتار، 202 الف هكتار مخصصه للامتياز، وهذه مخصصه للمستثمرين الكبار لان فيها مساحات كبرى 250 هكتار فما اكثر، 250 500 1000 2000 الى 10000 هكتار لكل مستثمر. هذه تتطلب يعني راس مال كبير، اموال ضخمه، امكانيات ماديه، امكانيات بشريه، وبالتالي تخص نوع معين من المستثمرين. وعندنا ايضا لوداس، لوداس هذا هو لوفيس دو ديفلوبمون دو لاغريكولتور ساهاريان، يعني الهيئه لتنميه الفلاحه الصحراويه. لحد الان عندنا دو بيريمتر فقط، واحد فيه 10000 هكتار وواحد فيه 8500 هكتار. المجموع تاعهم هو 18500 هكتار. نعم. يعني بالعموم هذه هي مختلف الانماط
نتاع الاقار الفلاحي الموجود على مستوى تيميمون. نعم. من مجموع 273 الف هكتار. مساحة مهمة جدا سيد الوالي. لو نتحدث هنا في القطاع الفلاحي عن نوعية المنتجات، هناك الأكيد بأنه تذهب تقريبا نحو إنتاج الذرة والقمح وأيضا السلجم الزيتي الذي حقق يعني مردودية مميزة جدا. لو نتحدث عن نوعية الإنتاج الفلاحي بولاية ميمون سيد الوالي. هي فيما يخص الإنتاج يختلف كما قلت من 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 نمط تسيير إلى نمط آخر. عندما كي نشوفوا مثلا المساحات الفردية لا بروبريتي بريفي، هنايا اللي يغلب عليها يعني زراعه التمور، وتيميمون معروفه بزراعه التمور. التمور يعني تقريبا المساحه المخصصه لزراعه التمور على مستوى تيميمون هي في الحقيقه 10000 هكتار. 10000 هكتار بالنسبه لتيميمون انا نقول بليك ضعيفه، لازم وحنا رايحين ان شاء الله نعملوا باه نضعفوا من هذه المساحه. تطوير شعبه شعبه نتاع التمور. نعم. والانتاج نتاعها يقارب 380 ألف قنطار سنويا. نعم. هذا فيما يخص النمط الأول. أما فيما يخص المحيطات الكبرى. نعم. فهي مخصصة لإنتاج الحبوب. نعم. الحبوب بما فيها القمح اللين والصلب. القمح الصلب وكذلك إنتاج الذرة. الذرة. بالنسبة لسنة للموسم الفلاحي 21-22 يعني 2021-2022 يعني كان عندنا إنتاج تقريبا 140 ألف قنطار من المنتوج. موسم الحصاد كان يعني موسم الحصاد 2021-2022. نعم. ونتمنى ان شاء الله في الموسم القادم ان شاء الله ربما راح نضعفوا هذا الانتاج هذا، على الاقل راح نضربوا على اثنين هذا المنتوج ان شاء الله. دونك راح نضعفوا من المساحات المخصصه لزراعه هذا النوع من المنتوج، وهو المتعلق بال لي غروند كولتور لا سيريالي كولتور. هي صناعه زراعه الحبوب. والسيد رئيس الجمهوريه في اللقاء الاخير للحكومه والولايات كان اعطى تعليمات صارمه فيما يخص تشجيع هذا النوع من الزراعه خاصه في المناطق الصحراويه. نعم. اذا راح ان شاء الله نعملوا في هذا الاطار هذا ان شاء الله، ورانا جندنا كل يعني الوسائل الموجوده محليا لانجاح هذا النمط هذا من الزراعه. وفي هذا السياق سيد الوالي، ولايه ميمون هي كانت يعني من بين الولايات الصحراويه المعنيه بمجال تدخل ديوان التنميه الزراعيه والصناعيه بالاراضي الصحراويه لتعزيز هذه القدرات الزراعيه والصناعيه. لو نتحدث عن هذه استراتيجيه هذا الديوان الى اين وصلت سيد الوالي؟ هي في الحقيقه عندنا ديزوفيس. نعم. عندنا لوداس الديوان الوطني لتنميه الزراعه الصحراويه، وكاين ديوان الوطني للاراضي الفلاحيه لونتيا. حنا في المنهجيه نتاعنا ان شاء الله في الاسابيع القادمه ان شاء الله راح نعلنوا على يعني اعلان فيما يخص المستثمرين باه يجوا يستثمروا في الولايه. خصصنا يعني دو بيريمتر محيطين فيما يخص لوداس بمساحه اجماليه 30000 هكتار فيما يخص لوداس. اما فيما يخص لونتيا الديوان الوطني للاراضي الفلاحيه خصصنا مساحه 25000 هكتار، يعني بمجموع 55000 هكتار، يعني راح تجي كزياده. نعم. عن المساحات اللي مخصصه من قبل. نعم. اذا بدون شك هذه المساحات هذه راح تساهم في تطوير الزراعات الكبرى. نعم. اللي هي زراعه الحبوب، اللي كما تعرفوا انها في الاشهر الاخيره يعني كان مشكل عالمي. صحيح. فيما يخص يعني تمويل الدول بهذه الماده الاساسيه، هي تعتبر ماده اساسيه. صحيح. بالنسبه لغذاء كل المواطنين، وان شاء الله ولايه ميمون سوف تساهم كباقي ولايات الوطن في انتاج هذا النوع. وفي هذا الصدد سيد الوالي من الحبوب. نعم. وهذا في هذا الصدد سيد الوالي يعني كيف ترون مرافقتكم ايضا للفلاحين من خلال هذه الاستراتيجيه الدقيقه التي تضعونها من اجل تطوير القطاع الفلاحي بولايه ميمون سيد الوالي؟ فيما يخص الاستراتيجيه في الحقيقه هي تطبيق برنامج الحكومه. نعم. للتسهيلات اللي نقوم بها يوميا هي تسهيلات اداريه وكذلك تحفيزات وبعض الاعانات. فيما يخص التسهيلات الاداريه كما قلت يعني هناك انابل للمستثمرين اللي راح يتم الاعلان عنه في الاسابيع القادمه ان شاء الله، وكذلك تسهيل الاجراءات الاداريه. نعطيك مثال فيما يخص انجاز الابار. تيميمون معروفه بالمياه الجوفيه نتاعها. ومن قبل كانت في صعوبات للحصول على هذا على الرخص هذه، حنا خذينا قرار على مستوى الولايه ان الاجال كانابل للمستثمرين اللي راح يتم الاعلان عنهم في الاسابيع القادمه ان شاء الله، وكذلك
تسهيل الاجراءات الاداريه. نعطيك مثال فيما يخص انجاز الابار. تميمون معروفه بالمياه الجوفيه تاعها، ومن قبل كانت في صعوبات للحصول على هذا على الرخص هذه. حنا خذينا قرار على مستوى الولايه ان الاجال تسليم رخصه حفر الابار لا تتجاوز 15 يوم على مستوى مصالح الولايه. نعم. يعني من بين السياسات بكل اجراءات نتاعها. نعم. كل فلاح. نعم. كل مستثمر اللي يستثمر في الولايه تاعنا حنا نتعهدوا. نعم. انه نقدموا له هذا التراخيص هذا في اجال 15 يوم. من بين القرارات ايضا المهمه السيد الوالي عفوا على المقاطعه، هو استرجاع الاراضي الفلاحيه والعقار الفلاحي، الى اين وصلت هذه الاستراتيجيه؟ نفس الشيء في اطار. نعم. تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهوريه قمنا بعملية أناسينيسمو فيما يخص المساحات التي أعطيت من قبل. لحد الآن تم إلغاء 334 استفادة، هذا ما سمح لنا بأن نسترجعوا 28000 هكتار من الأراضي غير مستغلة. يعني في العموم هذه المساحات هذه تم منحها في سنوات 2016 17 18 19 الى يومنا هذا. يعني المواطنين اللي كانوا حيزين على هذا التراخيص ما باشروش الاعمال، اللي ما دخلوش في مرحله الاستغلال. نعم. وبالتالي بعد الاجراءات اللي قمنا بها تم الغاء 334 استفاده، وكما قلت سمح لنا باش نسترجعوا 28000 هكتار، وهذه 28000 هكتار سوف يتم توزيعها على مستحقيها والمستثمرين الحقيقيين. سيد الوالي اللي قادرين ينشطوا. نعم. ويستثمروا في الميدان. نعم. الفلاح. ومن بين الرافد الثاني المهم جدا في ولايه تميمون سيد الوالي هو القطاع السياحي، هو ايضا تحدي ترفعونه من اجل تطوير هذا القطاع السياحي وما يفرضه ايضا من كل هذه التحديات. لو نتحدث عن مقومات القطاع السياحي بدرجتها الاولى، وما هي الاستراتيجيه التي تضعونها من اجل تطويره؟ تميمون معروفه هي وجهه سياحيه بامتياز. نعم. دوليه كما قلت، هي وجهه دوليه. يعني في افتتاح الموسم السياحي اللي راح يكون ابتداء من 15 اكتوبر هذا ان شاء الله، يعني جنسيات مختلفه. نعم. من دول اوروبيه، من دول امريكيه، من دول اسيويه كامل يتجهوا الى هنا الى تميمون، لان تميمون معروفه بالسياحه تاعها اللي هي سياحه صحراويه. احنا في هذا الاطار هذا يعني خصصنا منطقه توسع سياحي فيها 94 هكتار، وعن قريب ان شاء الله الدراسات المتعلقه بهذه المنطقه هذه هي على وشك الانتهاء. نعم. بعد الانتهاء بمصادقه على دراسه منطقه التوسع السياحي لتميمون اللي كما قلت فيها 94 هكتار، راح نقوم باعلانات في الجرائد الوطنيه لاستقطاب المستثمرين اللي يحبوا يستثمروا في هذا النوع هذا من. نعم. من السياحه. وتميمون معروفه بالمكونات نتاعها. صحيح. بالتراث تاعها، التراث المادي والتراث اللامادي. نعم. على مستوى تميمون. ما يخفى لكمش ان تميمون ربما هي الولايه الوحيده اللي عندها ثلاث امور مصنفه يعني في التراث الانسانيه. نعم. عندنا اهل الليل، معروفه اهل الليل تميمون. نعم. هو يعتبر. نعم. تراث موروث يعني اللامادي مصنف كتراث في تراث منطقه يونسكو. عندنا اهل الليل، عندنا الاسبوع. اسبوع. نعم. اسبوع ايضا. التصنيف الثالث هو يخص الفقراء. نعم. وهو كيفيه يعني قياس المياه. فقراء. نعم. معروف عالميا. صحيح. هو موجود في الجزائر، خصوصا في الجزائر وبعض الدول كالكويت وايران. نعم. ولكن تميمون هي اللي معروفه عليها. نعم. نمط توزيع المياه هو اللي مصنف يعني عالميا. نعم. ومن اجل حمايه هذه هم المكونات الاساسيه. صحيح. اللي خلاو السياسه الصحراويه في تميمون تنجح. نعم. خاصه احنا تميمون عندنا تواجد القصور، عندنا تقريبا 134 قصر. لو نتجه سيد الوالي في سؤال آخر متعلق بالصناعة أيضا، الصناعة التحويلية أيضا هي من بين المقومات التي تراهن عليها الولاية من أجل تطويرها. الصناعة هي في الحقيقة تميمون يعني حاليا توفر على منطقة هي منطقة نشاطات ليست منطقة صناعية. نعم. وتنفيذا لقرارات سيد رئيس الجمهورية في اللقاء الأخير لحكم الولاة في سنة 2021 كان قرار فيما يخص إنشاء بعض المناطق المصغره على مستوى الدوائر. في تميمون دوك تم انشاء اربع مناطق مصغره في تميمون، تينركوك. نعم. شروين واوغروت. نعم. يعني هذه اربع مناطق مصغره لنشاطات. نعم. سوف نقوم بعمليه تهيئه
عن قريب ان شاء الله. الدراسات راهي في طور الانجاز، وسوف نقوم بعمليه تهيئه ان شاء الله، وراح نوضعوا تحت تصرف المواطنين خاصه الشباب تاع تيميمون بعض القطع، رغم انها قطع صغيره، ولكن تسمح لهم باش يباشروا بعض الاعمال. نعم. أعمال حرفية خاصة الأعمال الحرفية. عفوا سيد الوالي، في آخر سؤال مرتبط أيضا بالتنمية، تم ربط بالغاز الطبيعي تقريبا 5 مناطق وبمبلغ ضخم جدا يقارب تقريبا المليار ونصف دينار جزائري، ماذا لو نتحدث عن هذه الاستراتيجية، استراتيجية ربط المدن والقرى، قرى ولاية ميمون بالغاز الطبيعي؟ فيما يخص ربط القصور، نتكلم على القصور. صحيح. لان كما قلت في تيميمون عندنا 136 قصر على مستوى. نعم. تيميمون. نعم. هي العمليه ماشيه على مستوى مقر الولايه، دائره تيميمون، دائره اوكروت، ودائره شروين. نعم. لحد الان بقات لنا دائره تينركوك اللي مازال ماهيش معنيه بالعمليه. نعم. وحنا قدمنا اقتراح للحكومه ان شاء الله، نتمنى في قانون الماليه سنه 2023 ربما راح نطالب في الاشغال على مستوى. نعم. على مستوى تينركوك. شروين الاشغال هي جاريه، انطلقت في شهر ديسمبر 2021، هي في طور انجاز ان شاء الله، وراح تتسع وتمس كل بلديات الولايه ان شاء الله. نعم. سيد الوالي، في نهايه حوارنا الشيق هذا، اذا كان ممكن لكم كلمه اخيره ورساله توجهونها لشباب المنطقه ايضا والمستثمرين من خارج الولايه للتوجه الى الولايه للاستثمار. انا اغتنم هذا الحصه لنقوم بنداء، نداء للمستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في ميدان سياحي او في ميدان فلاح. تيميمون عندها قدرات هائله، قدرات هائله في السياحه وقدرات هائله في الفلاحه. نعم. كما ذكرت من قبل ان عندنا 273 الف هكتار مخصصه للزراعه. عن قريب ان شاء الله راح نقوم باعلان للمستثمرين لتقدم على المصالح المعنيه للاستثمار في ميدان الفلاح. عندنا تقريبا 50 ألف هكتار اللي راح نوضعها في السوق العقاريه لصالح هذ المستثمرين. نعم. اما فيما يخص السياحه، عندنا منطقه توسع سياحي، الدراسات يعني هي في تقريبا منتهيه. نعم. بقينا المصادقه على الدراسه، بعد المصادقه على الدراسه سوف نقوم باعلان للمستثمرين ليتقدموا للولايه ان شاء الله باش يستثمروا في الميدان السياحي. نعم. وشباب تاع تيميمون نطلب لهم ان شاء الله هما ثاني يمشوا في نفس المسيره. نعم. لان الديناميكيه الاقتصاديه المحليه تكون عن طريق مستثمرين اجانب وكذلك مستثمرين محليين. نعم. خاصه ابناء المنطقة. المنطقه. صحيح. يعني لا سوتريتونس. صحيح. كما قلنا مثلا في الصناعه التحويليه. يعني الزراعة ما نقدروش نتكلموا على الطاقات المتجددة. سيد الوالي، هناك إمكانيات طبيعية مهمة جدا من أجل يعني إنجاز مشاريع في هذا النطاق. إلى يومنا هذا عندنا مشروعين، مشروع. نعم. مكتمل هو في وجدة، في الوجدة فيما يخص الطاقات المتجددة ب 9 ميجا وات. نعم. ومشروع حالي على مستوى الطلمين. جميل. نفس الشيء بطاقة 9 ميجا وات راح سوف نستلمه في منا نهاية السنة إن شاء الله. نعم. إذن أنا نغتنم هذه الفرصة باه نطلب الشباب تاع تيميمون كما قلت يمشيوا مع هذه الديناميكيه الاقتصاديه الجديده. صحيح. خاصه بعد دخول كل هذ المستثمرين في الميدان الفلاحي والميدان السياحي، انهم ايضا يفرضوا التواجد تاعهم. نعم سيد الوالي. يفرضوا التواجد تاعهم ان شاء الله كوم سو تريتون ولا بمباشره بعض الاعمال، بعض النشاطات التكميليه لتدخل في نشاط سياحي او النشاط الفلاحي. وكذلك سيد الوالي شكرا لكم، شكرا لكم على حفاوه الاستقبال في ولايه ميمون المضيافه، وشكرا لكم على كل هذه المعلومات والاراده القويه التي تحدوكم من اجل خدمه هذه المنطقه والولايه الفتيه. شكرا لكم. شكرا سيد الوالي. الله فيك. وايضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على كرمي المتابعه والوفاء، وايضا نشكر السيد المخرج السيد طيب الحفيان ومعد ورئيس تحرير الحصة الزميل قدور جوابي.